ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل بط بطريقه جديده. هنعمل البط بالمرتب على الطريقه الدمياطي. طريقه سهله جدا جدا، وزي ما انتم شايفين كده اللون والريحه والطعم حاجه خطيره. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا احنا عملنا البط ازاي. خليكم معايا. نعمل مع بعض النهاردة البط بالمرتة. البط بالمرتة دي يعني أكلة دمياطي حلوة جدا، سهلة جدا، مش هتاخد كمان مننا وقت. معانا هنا بطاية أي حجم انتوا تحبوه. معايا هنا 3 بصلات أنا مقطعاهم على ايديا مش بالكبة، وهنتبلهم بملح وفلفل وكمون. دي معايا القصير، هاخد بقى التوابل واحطها على البصل وبايديا، وهبتدي افرك البصل كده ويعني اتبله بايديا، وفي نفس الوقت ادخل كل التوابل اللي احنا حطيناها في البصل. يعني 2 3 كده بايديا هدعكه كويس. انا هنا دعكت التوابل مع البصل كويس جدا بايديا لمدة 2 دقيقة، وتعالوا بينا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. احنا كنا عملنا مع بعض قبل كده بط بطرق كتير، هحطها لكم كلها في صندوق الوصف، وتعالوا نكمل وصفتنا ونروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا طاسه على النار، وهبتدي ان احط فيها اي ماده دهنيه انتي تحبي. انا حطيت معلقه سمنه كبيره، هبتدي ان انا اسخنها، ولما تدوب السمنه نكمل. خلاص السمنه ساحت معايا اهو، وهبتدي انزل بالبصل اللي حطيت عليه التوابل، وابتدي ان انا اشوحه في السمنه. انا مش عايزه البصل بتاعي ياخد لون، انا عايزاه يدوب يوصل لمرحله ان هو يدبل. فهبتدي بقى ان انا اشوح فيه كده، ولما يوصل للون اللي انا عاوزاه او الدبلان، درجه الدبلان اللي انا عايزاها، هوريها لكم. خلاص البصل دبل معايا اهو، قعد بتاع 5 دقايق كده على النار، هو ما خدش لون، هو يا دوب دبل بس اهو. هبتدي بقى ان انا احطه على الرخامه يهدى 2 دقيقة قبل ما نبتدي نحشي بيه البطايه. سيبنا البصل بتاعنا يهدى لمده 2 دقيقة كده، ومعانا هنا البطايه زي ما انتم شايفين مغسوله كويس ومتصفيه، متنظفه كويس طبعا، ومغسوله كويس بملح وخل منقوعة شوية، وبعدين صفيناها. هبتدي بقى ان انا اخد من المرتة او المرتة اللي احنا عملناها دي مرتة، ايوه، ونبتدي نحشي بيها البطاية بتاعتنا، وهحط كل الكمية اللي معانا جوه البطاية ونقفلها. في ناس بقى بتكتفها، في ناس بتخيطها، طريقة التقفيل اللي انتي تفضليها اعمليها. حشينا البطاية بالمرتة وكتفناها، او زي ما قلتلكوا لو حابين تخيطوها دي بتاعتكم. وحطيت كمان جواها مع البصل الكبد والقوانص بتاعتها، وادي بقية البطاية. تعالوا بقى نشوف الشوربة اللي احنا هنسوي فيها البطاية. معايا هنا بصلاية، وكان فص حبهان، كان ورقة لورا، معايا فلفل اسود وطماطماية. البصل والطماطم مقطعاهم، مش هحط ملح غير في اخر مرحلة خالص لما البطاية تدخل في السوا. وتعالوا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. معانا حلة على النار فيها مية بتغلي، وهبتدي ان انا انزل بالطماطم والبصل والفلفل الاسود والحبهان ورق اللورة اهو، وهبتدي بقى ان انا اجيب البطاية وانزلها في المية. ادي البطاية، نبتدي ننزلها في المية اللي احنا هنسلق فيها البطة. والمية هنا ما حطيناش فيها ملح زي ما قلت لكم، هنسيبها لغاية ما تستوي خالص، وبعد كده هنطلعها ونشوف هنعمل فيها ايه. البطاية خلاص معايا استوت، هنختبرها ازاي؟ بان احنا بالسكينة ندخلها في اللحم بتاعها، هتطلع الفتحات دي مش مفيهاش اي دم او حاجة، والسكينة بتخش تطلع بكل سهولة. يبقى كده معايا البطاية استوت، هبتدي بقى ان انا اطلعها ونشوف هنعمل فيها ايه.
جينا بقى البطاية سبناها هديت شوية، ويا إما تحمروها يا إما هنبتدي نعمل زي خلطة كده علشان ندهن بيها البطاية. عايزة أقول لكم إن أنا قبل ما أطلع البطاية طبعا ملحت الشوربة بتاعتي، معايا هنا معلقة من الكاتشب، وطبعا على حسب حجم البطاية لو هي كبيرة هنحط معلقتين، وهاخد كمان معلقة كبيرة من عسل النحل، عسل ابيض، وهبتدي كمان املح الخليط بتاعي دون، وهحط ملح وفلفل، شوية ملح خفيفة خالص، وهحط رشة فلفل اسود، هخلطهم كويس جدا مع بعض، هحط رشة فلفل اسود اهو، وهخلطهم كويس مع بعض وادهن بيهم البطاطا. وادي الخليط اهو بتاع الكاتشب وعسل النحل وملح والفلفل، قلبناهم كويس، وهنبتدي بقى بالفرشة كده وندهن بيهم البطاية وندخلها تحت الشواية يدوب تاخد لون، وبعد كده نطلعها ونقدمها بلانا بالشيف. ندهن بقى البطاية كده من كل حتة فيها وندخلها تحت الشواية. كده نكون عملنا البط بالمرتة بالطريقة دمياطي، اتمنى يعجبكم واتمنى تجربوه، وهحط لكم زي ما قلت لكم في الديسكريبشن بوكس هحط لكم كل انواع البط اللي احنا عملناها بكل الطرق. مستنيه تعليقاتكم، مستنيه تشجيعكم، واستنونا في فيديو جديد، متنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.